السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي إن شاء الله معكم أشرف بفيديو جديد. طبعا الفيديو ده هنروح للمكان المكان سر الثالث، يعني مكان تحت البحر، يعني متوقعش في حد يبقى عارفه. المكان ده عبارة عن تجميع أويل وسيليكا. هو في علامة هنا، العلامة دي هتيجوا من عندها هتلاقوا مكان كده زي كده. ثواني، هي دي. أيوه هي دي، المكان على الباب. طبعا لازم الفيديو طبعا قصير جدا، انا اسف، بس علشان عدت الفيديو 3 مرات فكنت وصلت للحتة دي. انا اصلا نسيت اسجل فكنت وصلت الحتة دي خلاص. انا كنت عايزكم بس تشوفوني ازاي بوصل عشان تيجوا معايا. طبعا المكان كده خلاص، دخلته مدخلتوش بقى، هو كده المكان. انصحكم تحطوا فيه سرير لان ده اويل، ده اويل وفيه سلكة، بس انا جمعتها. هي هناك، هي بتترز من هنا لان حاطط سرير هناك. طيب يعني لو هتحطوا سرير حطوا بعيد جدا. دي سلكة، السلكة كتير يعني. سلكة كلها، سلكة كلها، وده الاويل. بس اهم حاجه مكان الارت افكت اللي انا هاخدكم، لان بيدي. ثواني هنرمي بس الحاجات دي. مكان الارت افكت بيدي حاجه يعني اي سدل مطور، وبيدي الارت افكت دي صعب تجيبها طبعا، لانها يعني المكان سر جدا يعني مش باين حتى. وده ثواني، وبيدي اسمه ايه ده، بوليمر زائد اوبسيديان وميتال علشان الصناديق، وبيدي اويل كمان. انا انت جمعت 800 سلكة ما كنتش منتبه. وكمان يعني هناك في حشرات تلاوي تجيب لك كايتن ولا شيطان ما فرقش يعني. الصراحة ده مش عارف لسه اسمه كايتن، هو ده كايتن. طيب والتاني كرياتين، كل مرة بسميه شد. ده بس المكان السري، وهنا انتهى الفيديو. وان شاء الله بقى هننوع من الفيديوهات اكتر. ولو عجبك الفيديو حط لايك وسبسكرايب يعني. وان شاء الله هيبقى الفيديو الجاي اكتشاف الماب كله وترويض ديناصورات. هو المود بارادوس. ويلا، السلام عليكم.